اولا كنشكر اللاعبين على هذا المجهود اللي قاموا به اللي خلينا ندوزوا للنصف النهائي، وان شاء الله ندوزوا حتى نصف النهائي وندوزوا للفينال، ولاش لا ما نحققوش هذا اللقب ان شاء الله اللي متعطشين ليه هذا اللقب، وان شاء الله يكون خير. وكما قلت على الثقه ديال المدرب، هذه بالخدمه في لونطريمون وهذه، وان شاء الله راه يكون خير ان شاء الله. الثقه ديال المدرب والخدمه في لونطريمون، وكيف ما كيقول لك يخدم راه ما كيخيبوش الله، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا الخصم كنراجع لورا في بروميير ميطو، استطاعوا الدراري ماركيو الهدف الاول اللي خلى المقابله تحل واحد شويه، والحمد لله حققنا الفوز الاخر.